وينضم إلينا عبر الهاتف من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشة. إذن محمد، لنقف معك على تفاصيل هذه العملية العسكرية الذي يقول أنها الجيش، وأيضا بعض الوكالات تشير إلى أنها بدأت بالفعل في منطقة جباليا. بالفعل مالك، يعني العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتواصل وتتوسع إن صح التعبير من منطقة إلى أخرى. في هذه اللحظات أو قبل ساعة من الآن تقدمت الآليات العسكرية نحو منطقة دوار الصفاوي إلى الغرب من مخيم جباليا. هذا الأمر أدى إلى نزوح المئات من العائلات الذين كانوا في منازلهم في تلك المنطقة، وأيضا عدد من المدارس التي كانت تؤوي عدد من النازحين في المناطق الشمالية، مما أدى إلى تكدس المواطنين في هذه اللحظات في مناطق غرب مدينة غزة ووسط المدينة. حاليا لا يجدون أي مكان يذهبون إليه، فقط يذهبون إلى الشوارع في هذه اللحظات، خاصة أن أغلب المدارس التي كانت قد قصف بعضها سابقا قد يعني امتلأت على بكرتها نتيجة طبعا التهجير الكبير الذي حدث من شمال قطاع غزة منذ قبل يومين، أي مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق الشمال. كل ذلك يتم على وقع استمرار القصف المدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية، أيضا الغارات التي لا تزال تتواصل من قبل الجيش الإسرائيلي في ذات المكان. كل ذلك يتم على وقع استمرار الاشتباكات. أيضا تحدثت كتائب القسام عن قصفها لمقر الإدارة المدنية، وهو مقر مؤقت يستخدمه الجيش الإسرائيلي في شرق جباليا بقذائف الهاون. كذلك الأمر قبل قليل تحدثت سرايا القدس عن إطلاقها الصاروخية تجاه ديروت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، وأيضا تحدثت عن استهدافها لعدد من آليات الجند في المناطق الشمالية لقطاع غزة في مناطق التوغل كما قالت. طبعا الجيش الإسرائيلي مع استهدافاته المتكررة، أبرز الاستهدافات كانت في محيط مستشفى كمال عدوان، أدى ذلك إلى قطع كافة الطرق إلى المستشفى، وبات من في المستشفى محاصرون لا يستطيعون الخروج من المستشفى، حتى أن إدارة المستشفى قالت أن الحالات الخطيرة التي لديها والتي من المفترض تحويلها إلى المستشفى المعمداني في غزة تم طبعا قطع هذه الطرق، وبالتالي لا يمكن تحويل هذه الحالات. أيضا تم قصف يعود للشلفوح في منطقة الفالوجة، أدى إلى احتراق المخبز بشكل كامل، وهو أحد المخابز القليلة التي كانت تعمل في مناطق شمال قطاع غزة لتزويد المواطنين بالخبز، بالإضافة لاستمرار طبعا القصف المدفعي لمنطقة سوق جباليا. هذه هي أبرز المعطيات التي كانت خلال الساعات الماضية في المناطق الشمالية، مع استمرار القصف على كافة منازل شمال قطاع غزة سواء من المدفعية أو من الغارات إلى المنطقة الوسطى ولربما شمال مخيم البريج، الذي يشهد منذ أمس حتى هذه اللحظة استهداف مدفعي كثيف. حتى هذه اللحظة راح ضحيته منذ ساعات الصباح إلى الآن ما يقرب من 5 ضحية، وأيضا حالات النزوح الكبيرة التي شهدها هذا المخيم شمال مخيم قصيرات أيضا يتعرض لذات القصف من قبل المدفعية الإسرائيلية بشكل متتالي وعنيف. مع الإشارة هنا إلى أن في منطقة الوسطى تم استهداف مركبتين في منطقة النصيرات وأيضا مخيم المغازي، وأيضا كان هناك استهداف بعض منازل في منطقة رفح أو شمال رفح أي إلى الجنوب من خان يونس. كان هناك استهداف صباح هذا اليوم لتجمع للمواطنين راح ضحيته 8 مواطنين، أيضا استهداف آخر كان إلى الغرب راح ضحيته 4 مواطنين، واستهداف ثالث كان عصر هذا اليوم راح ضحيته 6 مواطنين، بالإضافة لاستمرار القصف المدفعي الكثيف في كل مناطق رفح وخان يونس. واضح، شكرا لك مراسل المشهد محمد بعلوشة، كنت معنا من قطاع غزة.